أسعد الله مساءكم متابعين الأوفياء، وأهلا بكم في قناة موجز الأخبار. وقبل البدء في التفاصيل، الرجاء متابعينا لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بذكر الله تعالى. والآن مع جديد الأخبار. كشف سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بلغت 664 مليار بزيادة 60%، مشيرا إلى أن هذه السنة ستعرف تجويد التعليم العالي بما يتماشى وما يطلبه المجتمع. وكما صرح كذلك سيادة الوزير بأن انطلاق السنة الجامعية 2024-2025 من المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني بسيدي عبد الله بالعاصمة، وكما وضح بأنه لا يمكن لأي أمم أن تتقدم من دون تحسين مستواها الثقافي والعلمي والتكنولوجي، وهذا لا يؤتى إلا من خلال تجويد التعليم العالي من خلال تعليم جامعي نافع، مشيرا إلى أنه يوجد في برنامج سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثلاثة محاور أساسية، أولها تجويد التعليم العالي مما يتركه يتماشى مع متطلبات المجتمع الجزائري من أجل عصرنته وتماشيه من أجل تقدمه ورفاهيته. أما المحور الثاني وهو جعل الجامعة رافدا من روافد الاقتصاد المتميز، وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، لأن العصر الحالي والغد القريب يضيف ذات المتحدث هو عصر المعرفة، وبالتالي لا يمكن للشعب الجزائري أن يتقدم وأن يعالج مشكلة العصر دون العلم من خلال الجامعة. ومن جهة أخرى أكد سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الشهادة المزدوجة تشكل فرصة للاستفادة من مسارين تكوينيين يهدفان إلى صناعة الكفاءات. وكذلك مع خبر ترأس سيادة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، تضمن جدول أعمالها ضبط ترتيبات تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمزداد في مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الخاصة بقطاع التربية. وكما أفاد بيان للوزارة بأن الوزير بالعابد أكد التزام بموعد إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والذي أقره سيادة الرئيس في مجلس الوزراء. وكما قام سيادة وزير التربية بتنصيب ثلاث لجان ستباشر أعمالها بداية من يوم الثلاثاء الموافق للرابع والعشرون من شهر سبتمبر، حيث ستتكفل اللجنة الأولى بضبط آليات تجسيد قرار اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية بنسبة لا تقل عن 50% عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي، وستتكفل اللجنة الثانية بوضع تدابير إضافية لتمكين أكبر عدد ممكن من التلاميذ والذين لم يتمكنوا من مواصلة مسارهم الدراسي من فرصة أخرى لإعادة السنة قدر الإمكان. أما اللجنة الثالثة فكلفت بإعداد مشروع بخصوص تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، والتي ستنطلق بداية من شهر جانفي 2025. وبخصوص إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية بهدف اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها، أمر الوزير رئيس المجلس الوطني للبرامج بإتمام المقررات التعليمية الخاصة بالمراحل المتبقية. وكما جدد سيادة الوزير تأكيده على أن كل ما تم تحقيقه في القطاع كان بفضل الدعم والمرافقة والمتابعة والاهتمام الذي أولته الدولة وعلى رأسها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمدرسة. وكذلك مع خبر آخر مختلف، حيث عقد سيادة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة بحضور المدراء العامون وإطارة الوزارة حسب ذات البيان. وخلال هذا الاجتماع أشاد سيادة الوزير بالدور الكبير والذي يلعبه قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني في تطوير الاقتصاد الوطني خاصة من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل، داعيا إطارات القطاع إلى التجند أكثر خلال الفترة القادمة واستكمال جميع المشاريع الحيوية في القطاع، مشددا على ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة جميع التحديات والتي تواجه القطاع
والعمل على الرفع من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام. وفي ذات السياق أعطى الوزير توجيهات وتعليمات متعلقة بتطبيق تعليمات وأوامر سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنفيذا لالتزاماته طبقا للقرارات المتخذة خلال اجتماعات مجلس الوزراء. وكذلك القرض الشعبي الجزائري، مدخرة الصرف الإسلامية فاقت 44 مليار، حيث أعلن رئيس قسم الصرف الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري بأن البنك تمكن من جذب أكثر من 44 مليار دينار جزائري من مدخرات الزبائن في إطار الصرف الإسلامية، في حين بلغت قيمة التمويلات بنفس الصيغة حوالي 7 مليار. وكما أضاف ذات المسؤول بالبنك العمومي بأن هذه الأرقام تشكل إجمالي المبالغ والتي تم تسجيلها إلى غاية مطلع شهر سبتمبر الجاري منذ إطلاق البنك لخدمات الصرف الإسلامية سنة 2020. وكما وضح ذات المتحدث ارتفاع قيمة المدخرات إلى ما يفوق 44 مليار بداية سبتمبر الجاري مقارنة بنهاية السنة الفارطة أين كانت في حدود 35 مليار. وفاق عدد الحسابات الإسلامية حسبه 66 ألف حساب، مشير إلى أن 75% من هذه الحسابات تعود لزبائن جدد تم استقطابهم من خارج البنك، أما 25% المتبقية فهي حسابات لزبائن كلاسيكيين حولوا حساباتهم إلى الصيغة الإسلامية.